نعم، تجددت الغارات الإسرائيلية على محافظة رفح هذا المساء، فقد أغارت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة غارات على ثلاثة منازل في مناطق مختلفة في محافظة رفح، مما أسفر عن وقوع ثلاثة شهداء وعشرات الجرحى. وصلت جميع الإصابات إلى مستشفيي أبي يوسف النجار والمستشفى الكويتي. أيضا كان هناك صعوبة في التعرف على أماكن القصف نتيجة انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات في محافظة قطاع غزة، وهذا أدى إلى منادات الناس عبر نوافذ منازلهم وعلى أسطح منازلهم بالمناداة على سيارات الإسعاف. هذا هو الحال في غزة وفي محافظة رفح، هو المناداة على سيارات الإسعاف عبر نوافذ وأسطح منازل المواطنين. وهذه للمرة الخامسة يتم قطع خدمات الاتصال والإنترنت منذ بدء. طيب أيمن حدثنا عن الحالة الإنسانية، خاصة أن رفح الآن الفلسطينية وصفت الأوضاع في مشافي جنوب القطاع بالسيئة نتيجة اكتظاظها بالجرحى والمرضى، وكونها لا تستوعب حجم الكبير من أو الأعداد الكبيرة من الأعداد الجرحى والمرضى، كون هذه المشافي صغيرة وأكبر مشافيها أبو يوسف النجار والذي يقع جنوب محافظة رفح. أيضا طالبت وزارة الصحة الفلسطينية الجميع بتحمل مسؤولياته وبتوفير المستلزمات الصحية والكوادر الطبية المتخصصة وإقامة مستشفيات ميدانية في جميع محافظات قطاع غزة لإنقاذ حياة الناس نتيجة إخراج إسرائيل عشرات المستشفيات وعشرات المراكز الصحية عن الخدمة نتيجة استهدافها في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. أيضا هناك أوضاع صعبة لحياة النازحين الذين يعانون الأمرين، لا يجدون مقومات الحياة، لا يجدون الدواء، لا يجدون الشراب، لا يجدون المياه، لا يجدون الطعام، لا يجدون الأدوية الخاصة بالأطفال والمرضى المزمنين، لا يجدون أي شيء سوى يقفون منذ ساعات الصباح على للحصول على المياه وعلى الطحين من الأمم المتحدة، ويقومون بجمع الحطب من أجل الطهي ومن أجل تدفئة أبنائهم وعائلاتهم الذين ينزحون في مراكز الإيواء التي أقيمت في محافظة رفح وفي غرب محافظة رفح، الذين يتكدسون في هذه المدينة الصغيرة وفي هذه المحافظة الصغيرة. مليون إنسان في هذه المحافظة، لا حد يستوعب ما الذي يجري في هذه المحافظة،